أنا من طلاب الدفعة الأولى، تم تخريجنا الحمد لله. والشيء اللي خلاني أن أنا أدخل هذه الكورس كان معرفتي في تطور التكنولوجيا اللي قاعد يصير حالياً بمختلف التقنيات اللي موجودة حالياً. وأنا أقول هالكلام كوني أنا يعني طالب في الماجستير في التقنية المالية، وقبل لا أدخل هذه الكورس أنا كنت موظف في أحد بنوك التجزئة في مملكة البحرين، لكن كان المجال مختلف جداً عن التكنولوجيا، لكن حبيت أن أنا أدخل هذه التجربة. كانت تجربة جداً ممتازة، وعارف أن لها مستقبل وخصوصاً في مملكة البحرين. طبعاً لما شفت بيئة الدراسة عندهم والطريقة اللي يعلمون فيها ويدرسون فيها، كنا نتمنى أن الفترة تكون أطول من كذي، انتهت بسرعة، لكن إن شاء الله راح نواصل المشوار على أساس أن إحنا نتعلم ونتعمق أكثر. طبعاً إحنا اتفاقية مع تمكين أن إحنا نطور مهارات التقنية إلى شباب البحريني من ناحية عدة برامج المطلوبة في سوق العمل حالياً، فإحنا ندعو الشركات والمؤسسات أن تكون البحرين من ضمن الدول الرائدة في هذا المجال، فمهم جداً أن إحنا نساهم في تطوير المهارات الأساسية من ناحية software development، تطوير البرمجة، من ناحية UX design، من ناحية product management، أو حتى data science. في عندنا الجانب التقني، وعندنا الجانب الثاني هو الجانب career transformation، أو من ناحية هم كأشخاص وكطلبة شلون أنهم يطورون من مهاراتهم الذاتية. من هذا الجانب هو العمل اللي أنا أقوم فيه مع General Assembly، هو career coaching. ففي career coaching نحرص دائماً إحنا شلون يخلقون لهم براند مهم له علاقة بالوظيفة الجديدة أو التحول الجديد اللي هم قاعدين يشتغلون عليه، شلون يكتبون السيرة الذاتية بشكل محترف، شلون يقدرون أن المشاريع تكون مهمة وتلاقي الصدى بالنسبة إلى الشركات والمؤسسات اللي حابين أن يوظفونهم. بالنسبة لشراكة تمكين مع أكاديمية جنرال أسمبلي، تهدف إلى تطوير الكوادر الوطنية في المجالات التقنية والتكنولوجية، خصوصاً في علم البيانات وتطوير المنتجات التكنولوجية وفي مجال البرمجة وفي مجال تجربة المستخدم. جودة البرامج التدريبية عالية جداً، وتأخذ متدربين من جميع القطاعات ومن كل الخلفيات التعليمية، تطورهم عشان يكونون جاهزين حق سوق العمل، وتهدف إلى تعزيز تنافسية البحريني وجعل الخيار الأول للتوظيف في القطاع الخاص.